في مدينة دوما. الصواريخ العنقودية تستهدف المدينة منذ الصباح. أكثر من 8 صواريخ عنقودية استهدفت الأحياء السكنية. سقط أكثر من 3 شهداء من المدنيين وأكثر من 10 جرحى نتيجة هذا القصف، فيما يستمر النظام بحملته على المدنيين في بلدة دير العصافير وفي بلدة النشابية وفي مدينة دوما وفي مدن الغوطة الشرقية. يوميا يستهدف المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية بالطائرات الحربية وبالمدافع الثقيلة وقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، حيث النظام يوميا يقوم بقصف وارتكاب المجازر ضد المدنيين. هذا حال الغوطة الشرقية يوميا، شهداء وجرحى ومجازر وغارات من الطيران الروسي المحتل ومن النظام السوري. هذا حالنا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.